لمناقشة آخر تطورات الانتفاضة الشعبية ضد الفساد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث العراقي الأستاذ حسين السبعوي. أستاذ حسين مرحبا بك. أهلا وسهلا حياكم الله. كما يسعدنا أن نرحب زميلي بضيفنا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. مرحبا بك سيد أمير. مساء الخير. مساء الخيرات. مساء الخير أستاذ أمير. نبدأ معك أستاذ حسين، كيف تراقب سير التظاهرات رغم القمع المتواصل ضد المتظاهرين؟ أنا أعتقد أنه القمع بل هو القتل ضد المتظاهرين قد يجوز أحجم شيء أو يعني قلص شيء من التظاهرات وقلص عددها، ولكن مهما يكون أنه هذه التظاهرات فيها من التحدي للحكومة ولها ما بعدها. إذا ما قمعت هذه المظاهرات ستأتي الجولة الأخرى ستكون بأسلوب أشد وأكثر كثافة وأكثر زخما، لأن المطالب لم يتنازل عنها أي متظاهر وما زال لحد الآن. حتى عندما نشاهد مظاهرات صغيرة هي نفس المطالب، عندما نشاهد مظاهرات كبيرة نفس المطالب. المطالب هي مطالب وطنية، يطالبون وبالشعار نريد وطن، لم يطالب أحد. الآن تجاوزوا موضوع مطالب الخدمات والقضايا الوظيفة والقضايا التنمية وإلى آخره، اليوم مطالب سياسية. هذا النوع من المطالب هو يعتبر مطالب سياسية ولم يتنازل عنها المتظاهرون، حتى عندما واجهوا قتل اليوم مئات القتلى، آلاف الجرحى، آلاف المعتقلين، لكن لم نسمع المتظاهر تراجع وغير من مطالبه. نعم. دعنا نتوقف هنا زميلي مع الأستاذ أمير من باريس. سيد أمير، التظاهرات تحمل زخما كبيرا كما تعرفون في واسط وفي غيرها من المحافظات. الناس يقولون أنهم خرجوا ضد الظلم والفساد وأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم، وضيفنا في الأستوديو سيد حسين يقول أنها لم تعد مطالب مطلبية خدمية وإنما أصبحت أيضا مطالب سياسية، وهناك نية جماهيرية وإرادة جماهيرية عراقية لاستكمال هذه الانتفاضة حتى تحقيق المطالب. كيف تقيمون الأوضاع وهي تنتصف أو تدخل في أسبوعها الثاني؟ لا شك إن ما نشاهده الآن من الساحة العراقية، من الشارع العراقي، يثبت بأن هناك انتفاضة بكل معنى الكلمة. وما أقصد به بكل معنى الكلمة هو وجود هذه الحشود العراقية ومن كافة يعني الطبقات، سواء كانت الطبقة الكادحة التي هي متضررة وكذلك الطبقات الأخرى. أما بالنسبة إلى يعني طبيعة هذه الانتفاضة، هي يعني الأهمية تتمثل قبل كل شيء في أنها أهمية اقتصادية، ولكن هذه يعني الأهمية تعدت لتكون أهمية وطنية. من يعني ما لاحظناه من قبل الصوت الشاب الذي بدأ يعني يصرخ في الشارع هو يعني البحث عن الهوية العراقية، البحث عن الوطن الذي أفقدته الأحزاب الطائفية التي جاءت من الخارج وجعلت منه مرتعا لسرقاتها. هذه هي المشكلة، هذه هي حال العراق الآن. المشكلة هي تعدت عن المستوى الاقتصادي والخدماتي لتكون مستوى يعني في مستوى وجود وطن قد سرق من قبل الآخرين. نعم. أستاذ حسين، يعني لماذا تختلف هذه التظاهرات عن التظاهرات التي سبقتها؟ الكثير من وسائل الإعلام تحدثت عن هذا الأمر بأن هذه التظاهرات ستغير مجرى التاريخ الحديث للعراق. بالتأكيد صحيح، لأن هذه المظاهرات مختلفة عما سبقها من حيث المطالب ومن حيث الأداء. الأداء جماهيري زخم كبير، ليست مناطقية ولا إثنية ولا عرقية، ذات طابع مشروع وطني، لم ترتبط بقوى سياسية يعني ضمن العملية السياسية في العراق، لم ترتبط بمرجعيات دينية وكهنوتية، وليس لها أسلوب ثيوقراطي كما هو يروج له في العراق. هي مطالب وطنية. أعتقد هذه المظاهرات نعم لها ما بعدها، والعراق لن يكون كما كان قبلها، لأن هذه المظاهرات مختلفة عما سبقها كما قلت لك من حيث الأداء ومن حيث المطالب. وأكرر أن لماذا من حيث المطالب، بأن كل المظاهرات السابقة كانت مطالبها فئوية، مطالب خدمية، مطالب وظيفة وإلى آخره، إلا هذه المظاهرات كانت لها مطالب سياسية بأسلوب جديد، بنوع جديد، بكثافة جديدة. حتى المتظاهرين
من فئة الشباب وهم هؤلاء هم يعول عليهم في مجال التغيير. كيف تفسر إصرارهم الكبير على مواصلة هذه التظاهرات حتى أن الأوساط الدولية أيضا أشارت إلى هذا الأمر؟ هذا بناء على ما أنهم ناس معتقدين بما خرجوا إليه أهمية هذا الاعتقاد. يعني أنهم هم مقتنعين قناعة كاملة بأن العراق يحتاج إلى مشروع وطني، بأن حالة العراق أصبح ميؤوس منها، بأن حالة وضع العراقي لا يمكن أن يحكم بأسلوب ثيوقراطي أو بأسلوب طائفي. هذا البلد المتنوع المتعدد يحتاج إلى مثل هذه التظاهرات مثل هذه الانتفاضة. فإيمانهم بمطالبهم جعل منهم أن يكون لهم ثبات أسطوري أمام هذه آلة القمع وآلة القتل. نعم أستاذ أمير، باعتقادكم ما الصدى الذي وجدته هذه التظاهرات وهذه المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى وآلاف أيضا ربما مئات المعتقلين أيضا، ما الصدى الذي لاقاه كل ذلك لدى الحكومة ولدى القيادة العراقية الحالية بمختلف مرجعياتها؟ لا شك أن هناك انفصام بين رأس الحكومة العراقية الذي يمثله السيد رئيس الوزراء وبين يعني الآلة القمعية التي جاءت لتثبيت هذا النظام الذي يعني وجد على أساس طائفي وبوجود أذرع عسكرية ميليشياوية مستعدة للدفاع عنه. نلاحظ في الوقت الحاضر أنه الحكومة العراقية لن تستطيع أن تعمل شيئا لأن الردع وضرب المتظاهرين يأتي من قبل الأذرع الميليشياوية التي لن تسيطر عليها الحكومة ولا تستطيع أن تسيطر عليها الحكومة. السيد رئيس الوزراء جاء لتنفيذ حلم على ما أعتقد في رأسه وهو أن يكون قائد للعراق، وعلى حساب ما يحدث الآن لاحظ ما يحدث، هناك القتلى بالمئات، الجرحى بالآلاف، ولم نستطيع أن نشاهد يعني أي ردة فعل من قبل الحكومة العراقية، ولكن يعني الكلام هو كلام يعني ليس له أي أهمية وكأنه لم يحدث أي شيء في العراق وكأن هذه المئات من الشهداء لم تحدث. كيف سينعكس ذلك على أداء الجماهير العراقية والشعب العراقي في المظاهرات؟ المشكلة تكمن في أن عندما جاءت الولايات المتحدة بهذا النظام أرادت منه أن يكون طائفيا لأن الذين جاءت بهم هم من هذه الطائفة، ولكن هؤلاء هم جاءوا لأنفسهم وجاءوا لسرقة ثروات العراق والحصول على مناصب. الشعب العراقي لاحظ بأن النظام الطائفي الآن في العراق هو نظام ليس إلا نظام لأحزاب خاصة لا تتعلق بالشعب العراقي. الطبقة الشيعية الكادحة لم ترى شيئا من هذا النظام سوى القتل الآن، سوى يعني الإذلال، إذلال العراقيين عن طريق إيران. هذه أكبر مذلة يستطيع العراقي أن يعني أن يشاهدها في حياته، إذلال العراقيين من قبل قوى خارجية تكره العراق وتكره تاريخ العراق وتكره العرب والسنة. والآن نلاحظ أنه الشعب العراقي قد لاحظ بأن وعلى ما يعني نشاهده بأن المشكلة قد وقعت عليه، فوجب عليه أن يثور ضد هذا النظام الذي لا يمت بأي صلة لا على العراق ولا عليهم كشعب كادح ينتظر أن يعيش برفاه كبقية شعوب العالم. نعم أستاذ حسين، يعني بما تفسر تغير خطاب المرجعية الآن بعدما كان يدعو دائما إلى مساندة الحكومة والقوات الأمنية؟ يعني أنا أعتقد المرجعية هي داعمة للحكومة منذ 2003 وإلى الآن، والمتظاهرين خرجوا لم يستأذنوا من المرجعية حقيقة، خرجوا بمشروع وطني، هم رافضين للنظام الثيوقراطي كما ذكرت لك. نعم. فالمرجعية عندما تغير خطابها يعني حقيقة أشبه بخطاب السياسيين الذي أيضا يتغير حسب الضغط. أعتقد المرجعية هي داعمة لهذه الحكومة وهي الساندة لها وتتحمل أيضا مسؤولياتها على ما يجري في العراق. فهذا الخطاب أعتقد التغيير هو نتيجة الضغط الجماهيري الذي نزل به، ولكن أهم ما في هذا الضغط هو الأسلوب الذي نزل به والمطالب التي جاءوا بها، لأنهم طالبوا بحكومة وطنية
بمشروع وطني لرجال وطنيين ليخدموا الشعب العراقي وفق هذا المشروع هذا أعتقد أنه المرجعية هي جزء من الحكومة أو داعمة لها وبالتالي تتحمل مسؤوليتها. تغيير هذا الخطاب أعتقد هو شيء من البراغماتية. في المقابل لجنة التظاهرات قالت أن خطاب المرجعية تغير بعد أن أصبحت على المحك، كيف قرأت هذا ردة فعل المتظاهرين؟ أعتقد هذا تعامل سياسي من المرجعية، هي يفترض أن تكون هي قضايا مبدئية لديها وليست هكذا عندما يكون ضغط وعندما لا يكون ضغط. المرجعية يجب أن تكون مبدئية وتدعو الناس إلى الالتزام وإلى الأخلاق وإلى عدم القتل. المرجعية لم تصرح لحد منذ الأيام الأولى وهي تشاهد هذا القتل الذي يحصل، لم يكن لها أي تصريح استنكار ولم يكن لها أي ردة فعل اتجاه الحكومة واتجاه هذا القتل، بينما كانت ساكتة. ولا يمكن الشعب العراقي أن ينتظر متى تأتي يوم الجمعة لكي يسمع رأي المرجعية. وخلال أسبوع قتل أكثر من 100 مواطن و 6000 جريح، هل يعقل أنه ينتظرون متى تأتي 300 يوم الجمعة حتى يسمعوا رأي المرجعية؟ لهذا سبب خرج المتظاهرين لكي يطالبوا بهذه المشاريع الوطنية التي تجعل من المرجعية هي ناصحاً وهي تعمل في مجالها الأخلاقي والديني وإلى آخره، وأن يكون العمل السياسي لرجال السياسة الذين يخدمون الشعب العراقي. دعنا نتوجه للسيد أمير بالسؤال التالي بناء على ما تفضل به السيد حسين معنا في الأستوديو. أستاذ أمير، الآن هذه المظاهرات مستمرة بهذا الزخم وهذا الحضور الجماهيري وهذه المطالب، وأريد أن أسأل عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد لهذه المظاهرات ولعلاقة الشعب العراقي الشقيق بهذه المرجعيات بالقيادة السياسية في العراق بعد أن انكشفت الأمور على حقيقتها بهذه الطريقة. المشهد العراقي الحاضر الذي نراه الآن يعني يظهر لنا بوضوح انقسام داخل يعني المكون الشيعي نفسه. هناك الأغلبية من المكون الشيعي قد خرجت عن يعني نطاق المرجعية وعن نطاق الأحزاب الطائفية التي تحكم في العراق، لأنها في الأخير عرفت بالموضوع وعلمت بأن التغير سوف يكون من خلال حكومة وطنية. إذن الصبغة الطائفية التي أرادوا أن يعطوها لهؤلاء الكادحين لم تكن له يعني لم تنفعهم، ولكن كانت غطاء للوصول والثبات في السلطة وعلى حساب هؤلاء. الآن العراقيين الذين شاهدناهم في بغداد، في مدن جنوب العراق، في مدن الفرات الأوسط، خصوصا في مدينة الصدر، مع العلم أن هناك اتصال وثيق بين هذه الآلاف من العراقيين مع رجال الدين، ولكن نلاحظ بصورة واضحة بأن يعني هذا الاتصال بين رجال الدين وهؤلاء المتظاهرون قد انقطع وقد وصل إلى مرحلة يعني نستطيع أن نقول هناك نوع من عدم يعني تصديق ما يقولونه الآن. إذن نحن أمام تغير واضح بالنسبة لمستقبل العراق، وهو يعني التبدل الواضح لأغلبية الشعب العراقي شيعة كانوا أم سنة نحو نظام وطني للبحث عن الهوية الوطنية العراقية التي هي الخيمة التي تستطيع أن تعطي حقوق الشعب العراقي يعني بدون التفريق بين الشيعي والسني. أستاذ حسين، العامل الإيراني يصفه محللون بأنه المتحكم بالظروف السياسية في العراق. بعض الصحف الإيرانية تابعة للنظام الإيراني هاجمت بشكل مباشر التظاهرات في العراق ووصفت المتظاهرين بالمتآمرين، كيف تقرأ هذا الشيء؟ يعني أولا هو تدخل سافر من قبل إيران، وإيران لها نفوذ وهيمنة على العراق، هذه معلوم، وأحد مطالب المتظاهرين هو التخلص من هذا النفوذ وهذه الهيمنة. أما خطاب الصحف الإيرانية فقد اعتدنا على خطاب الإعلام الإيراني بأن هناك مؤامرة وهناك عدوان وشيطان أكبر وإلى آخره. هذه التهم الجزاف ضد المتظاهرين العراقيين يحتاج رد من الحكومة العراقية لو كانت مستقلة وغير مرتبطة بأجهزة خارجية. وأما هذا الأسلوب الإيراني فهو معروف لدى الشارع العربي والشارع الإسلامي، يدرك أنه خطاب النظام الإيراني يوجه تهم ضد ناس بطريقة عمومية ولا يحدد من هي الجهة التي تآمرت، من هي الجهة المسؤولة، ويعطي الأدلة لما يجري. هذا أيضا الشعب العراقي الإيراني نفسه سائم من هذه الخطابات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني تدرك أن يعني الآن إلى مدى تتوقع أن الشعب العراقي أصبح أكثر إدراكا لما يدير
أو يدار حوله من أمور، وخاصة المسبب الحقيقي لحالة الفقر وحالة الجهل في العراق والظروف الصعبة. يا سيد المتظاهرين أعلنوها بكل صراحة أن واحدة وأهم مطلب المتظاهرين هو إنهاء النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية على العراق. فإذا الرسالة وصلت ومعلومة، وكيف تعاملوا مع أزلام النظام الإيراني وكيف تعاملوا مع حلفاء النظام الإيراني، فالمتظاهرين كانت رسالتهم واضحة سواء لإيران للداخل والخارج. نعم. طيب، هل نتوقع أستاذ أمير أن يكون هناك نوع من الملاحقة أو المحاسبة لمن يقوم بالاعتداءات، أم أن الفاعل ما زال مجهولا وبالتالي لا نتوقع أن يلاحق ولا نتوقع أن يتوقف هذا النزيف المتواصل لمئات الشهداء وآلاف الجرحى؟ لا، ليس هناك أي ملاحقة لمن قتل هؤلاء الشباب، لأن يعني المسؤولية الكاملة تقع على الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية ليس لها أي قوة يعني في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، لأنها حكومة تصريف أعمال، وأن هذه الحكومة جاءت لأشياء نحن لا نفهمها جيدا، كأنها حكومة يعني قضاء وقت من هذه يعني المدة في العراق. ولكن أحب أن أعقب على شيء يعني مهم، وهو أن الحالة العراقية وكما قلت فيها سابقا قد تتبع ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط. المظاهرات العراقية يجب أن نعلم جيدا بأنها قد تكون لها صلة في المستقبل مع ما سيحدث في إيران. إيران الآن خائفة من هذا الزلزال العراقي الذي ضرب العملية السياسية الطائفية في أن يصل إلى بلدانها في طهران في قم، خصوصا وأن الشعب الإيراني ثائر على هذه هذا النظام الطائفي، وأن الشباب الإيراني أسوة بالشباب العراقي يتطلع إلى نظام ديمقراطي بعيد عن السراق ورجال الدين الذين اتخذوا الدين من في السياسة. إذن أستاذ حسين، أخيرا كيف ترى استمرارية وزخم هذه التظاهرات في ظل هذا القمع المفرط والقتل، بحيث أن القوات الأمنية والميليشيات لم تكتفي فقط بأسطح البنايات العليا لقنص المتظاهرين وبضربهم الضرب المبرح، وإنما بسحب حتى الجرحى من داخل المستشفيات لتصفيتهم خارج المستشفى؟ واضح أنه هذا ليس أسلوب قوات أمنية مدربة وتعرف ولها معرفة بحقوق الإنسان ولها معرفة بكثير من القضايا الحقوقية والقانونية، أن هذا أسلوب ميليشياتي وليس أسلوب قوات أمنية نظامية احترافية. الجريح في المستشفى حتى لو كان أسير من دولة ثانية معادية لا يمكن سحله، لو كان من دولة معادية ثانية ليس عراقيا لا يمكن استخدام هذا الأسلوب معها، فكيف بمواطن سلمي خرج المطالبة بحقوقه؟ إذن هذا الأسلوب هو ليس أسلوبا لرجل أمن احترافي ومهني ومدرب ويدرك حقوق الإنسان وإنساني طبعا. قضية حقوق الإنسان، لهذا السبب أعتقد هذا الأسلوب لن يمنع المتظاهرين أو لن يمنع من تراجع عن مطالبهم، حتى لو ضعفت المظاهرات تأتي جولة أخرى أشبه بالارتدادية، فهي مستمرة ولها هناك ارتدادية لكن قد يجوز أقوى من التي بدأت. شكرا لك، شكرا جزيلا الكاتب والباحث العراقي ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسين سبعاوي، ونشكرك شكرا جزيلا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. شكرا لك أستاذ أمير. شكرا.